السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالشباب. بدنا مقطع آخر، اليوم راح أتكلم عن T55AM و T55A العادية. طبعا تصنيفهم في جميع المعارك راح يكون 8.3 في الريلستيك سيموليتر، وأيضا أركيد. طبعا T55 تحتل في السطر السادس من الشجر الروسي. طبعا ندخل في الموديفيكيشن، راح يكون عندك السلاح اللي هو 100 ملي، وراح تكون عندك الذخائر اللي هي ABADS، وأيضا البي آر 412، وأيضا راح يكون عندك 3BM25. طبعا هذه أفضل طلقة فيها، وأيضا عندك هيتفس. الهيتفس فعال، لكن في بعض التنكات اللي تحمل دروع رياكتيف أرمر راح تسد لك هذه القذيفة، وأيضا على الهاي اكسبلوسيف، لكن ما من فايدة. تطرق على جميع الزوايا 19 وعلى جميع الأمتار 19. طبعا أيضا المضاف عليها هو صاروخ تي جي ام، راح يكون سرعته 370 على 400 كيلو. طبعا الرنج حقه راح يكون على 400 كيلو. تراقه جيد 600 على زاوية 0 في جميع الأبعاد. طبعا الاختلاف عن العادية راح يضاف على هذه الصاروخ تي جي ام، وايضا سموك رينيت، وايضا الليزر رينج فايندر. في فرق بين الليزر رينج فايندر والرينج فايندر العادي. الليزر رينج فايندر راح يكون يوم تقيس المسافة راح يرفع لك المدفع اوتوماتيكلي، اما الرينج فايندر عليك انك ترفع المدفع يدوي زي الموجود في التايجر 105 وموجود في بعض التنكات القديمة. شوف T55 العادية. طبعا T55 العادية راح يكون عندك اللي هو ABDS نفس اختراق على البريميوم، وأيضا على البي آر 412، أيضا على 3BM25 هو أفضل طلقة فيها، وأيضا على HFS هاي اكسبلوس. الهيتفس جيد، لكن في بعض التنكات زي ما قلنا معها تدريع رياكتيف فارمر وراح تواجهك اساسا على الديار، هذا ما انصحك تشيل لان هذا افضل طلقة اخذها معك. طبعا التيف جوية العادية اول ما تبدي حاول كف البارت وفاير طفاية، وايضا حاول انك تاخذ عفوا 3BM25 بعد ما تخلص من هذه، حاول تاخذ البريك سيستم والتراك. لان في فارق بين الدبوبات الروسية والغربي اللي هو الامريكي والفرنسي والايطالي. الدبابة الروسية ما عندها دوران حول نفسها، الدبابة الروسية ما تدور على نفسها، اعتمادها كلها على ان الجنزير يمسك. طبعا اذا انت اخذت البريك سيستم راح يمسك الجنزير ويلف الدبابة بسرعة، راح يعطيك سمود ويعطيك سلاسة وسرعة استجابة. بعد ما تخلص من هالتنتين هذه حاول تاخذ سسبشن، بعد ما تخلص من هذه حاول تاخذ هوريزن درايف، مع انه ما راح يفرق معك دوران برج، لكن راح يعطيك نقطتين اضافيه، وايضا في جسمت وفاير راح يعطيك ثبات في الرمايه. بعد اخذ الفلتر، بعد الفلتر راح اخذ الروفيشن ميكانيزم اللي هو سرعه رفع البرج والمدفع وانزاله. بعد ما تخلص حاول تاخذ ارتري او الانجن او الترانسميشن. بعد ما تخلص من هذه خذ سموك. النايت فيجن الصراحة ما منه فائدة لانه ما راح يدخل في مبات ليلية، نادر ما يدخل في مبات ليلية، ان لوتير 838 ما راح يدخل فيها، نادر ما تدخل في مبات ليلية. طبعا معلومة حابة تنوع لها، في فرق بين T55A والT55 العادية. طبعا الموجودة في اللعبة هي T55A. T55A مطورة يعني على العادية، نظام الـ MBC ونظام الحرائق ونظام يعني حاجات بسيطة يعني لمسات خفيفة. طبعا اللي هنا في اللعبة من المفترض أن يكون فتحة الكماندر واللودر تدريع زيادة، مضاف على تدريع زيادة لأن مضاف على تدريع لكنها ما يحسب له، راح تكون زي العادية.
يعني حتى التايجر من يوم اضرب هنا خلاص فنش الكروم معظمه في البرج. طبعا هنا اكتيفيتي 5 هذه راح يكون برج ما شاء الله يعني اطول حتى من العادية، يعني اللي ما يقدر اخترقك من امام يعني بيعرف وين يرمي اساسا، بيخترقك مني هنا الكبولة. طبعا ايضا حتى التير ب50 فيها نوعين او نوع على ما اعتقد، اللي هو موجودة التي 54 اي والتي 54 بي. طبعا في اللعبة عندك التي 54 اللي هي مود 51، وايضا التي 54 اي موجودة في شجرة الصين لكن بمسمى التايب 59. طبعا في فرق بين التي 54 اي والتي 54 العادية زي ما قلنا، وراح اتكلم اساسا عن شجرة الصين في مقطع اخر جديد ان شاء الله. أما التي 54 هذه حاول تدعمها، حاول إنك تكون مع التيم لأن نقطة ضعف زي ما قلنا كبولة، وأيضا مكان درايف يعني أهل اللابورد ما راح يضربونك من هنا أو من هنا، يعرفون يضربون بيضربون من مكان الساق لأن الساق راح يكون خلف الجانر والكماندر وراح تموت على طول. أما التي 55 أيضا بصراحة هذه التيفتاف ترد لك الطلقات وتركش منها أغلب الطلقات، لكن نقطة ضعف الكبولة مرة مرتفع، وأيضا على الخدود في فجوة. نشوف التدريع حقها، راح يكون عندكم باست أرمر ريلود هامجينيس 30 مللي، وأيضا ميتال بلايمر بلاك 120 ريلود هامجينيس أرمر 100. تدريع حلو يرد لك صواريخ تي جي ام و اي بي اف تي اس إذا كان مسافتهم بعد 800 وأكثر، إذا كانوا أقل من 800 ممكن راح يخترقوا. طبعا التورت راح يكون عندكم بس أرمر أيضا ريلود هامجيني سارمر 65 متر بلايمر بلاك 200 بس هامجيني سارمر 110. طبعا شوف اللي تحت راح يكون عندك ريلود هامجيني سارمر 85 متر بلايمر بلاك 200 كاست هامر جينيس 140 مري. طبعا زي ما قلنا نقطة الضعف في الفجوة اللي هنا، وأيضا الكبولة حتى اللي ما اخترقت من هنا راح يخترق الكبولة لأن الكروم معظمها في البرج وما بينهم مسافة قريبين من بعض. المحرك راح يكون عندها محرك 690 بقوة حصان، طبعا على عكس العادية الأدوية راح يكون عندك الحد أقصى 580، راح يكون وزنها 36.0 طن. أما هذا راح يكون وزن 41.5، لكن التسارع نفسه تقريبا ما في أي فرق، الفرق اللي بينهم راح يكون بس التدريع. وأيضا من عيوب الدبابات الروسي الريلود مرة طويل، حتى لو تطور الكرو أقل شيء رايح يديك 9 ثواني أو 8 7 إذا ضد كلية وليمكس 16 والشلة الباقين راح يكون ريلود عندهم 7 ثواني. طبعا السرعة راح تكون 50 كيلومتر في الساعة، لكن مستحيل تعدي سرعة 35 حتى لو تطلع جميع الموديفيكيشن، لكن مع زي الاسفلت والشوارع راح تعطيك سرعة إضافية. سرعة التورت لا بأس بها، أنا بعد ما طورت التورت صار 14، وستك راح يعطيك 10 أو 12. طبعا أما التي 55 البريميوم فيها دروع إضافية على الجوانب اللي هو الربر، الربر هذا راح يرد لك طلبات اللي هي تفس وأيضا صواريخ بي جي ام، راح ينفعك مرات ومرات ما راح ينفعك على حسب وضعية الدبابة. ويبدو هذا اليوم اللي عندي، وأتمنى ما قصرت في شيء، ونشوفكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, yeah.
Артиллерия готова. Заряжающий потерял сознание. Attention to the map! Пожар в боевом отделении.
Attention to the designated grid square. جت رمية يا عامر عن مكان رسبون حقهم ذاك ها مكان اللي هنا مكان اللي انا ذبحتهم هنا هنا بالضبط يكونون هنا كان ارفن الف ما ادري ايش اسمه Attention to the designated grid square. Attention to the designated grid square. حتى الهبي مشارك معهم. من ورا ليه؟ هذا ليه و ماوس سيارة هنا 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 طالع من ليه؟ هنا واضح العامة والله الوضع شلت القنر بس ما لا شلت القنر بس انه ما شاء الله شغال من مدفع الصيف ما عنده سلاح يا الله هنا بالضبط فوق ليه مو بالضبط يمشي ما يدخل فوق تحت ليه ما اصلا اوه في واحد في ليه عندي وانا في البي قصدي
ما خلاص everything under control. اي عندهم عندهم على 40. واحد مطلق على ليه يا عيال على السي راح البرشينج الحمد لله انا فيه ولا فيني عندي تايجر ها هنا بالضبط ايه ليه؟ ليه؟ تايجر مات خلاص أفا تب هنا يا عيال قدامي بالضبط عاهد شفته هذا ستب
اخوينا في مأزق اللي في تشارلي. دقيقة جاي. جاني جاني Attention to the map. Roger that. Allied forces have captured a zone. Attention to the map.
Артиллерия готова. Attention to the map. Артиллерия, огонь по квадрату. Поддержка артиллерии!